عائلة، كنا عائلة، كنا نخدمو، كنا ديما نحوسو على باش نكونو سباقين في الصورة، في الجودة، في كلش، حتى في الخدمة. يعني كنا خاوة، كنا نجو عائلة واحدة، 10 سنين ديجا راهي مدة. اليوم انا نتكلمو على 10 سنين، 10 سنين من العطاء، 10 سنين من التميز، 10 سنين من التفوق. نهضر على مؤسسة ثقيلة إعلاميا، خليني نقول لك مجمع الشروق ماشي قناة الشروق. أنا كنت متتبع الحصص القيمة، وكنت تقدر تقول كي تكون حصة قيمة ونستفاد منها مهنيا وحتى محتوى وكذا. واليوم راني فرد من الأسرة هذه، الأسرة الكبيرة هذه. بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس قناة الشروق، أتقدم بأحر تهاني إلى كافة الزملاء، وتمنيا إن شاء الله دوام التألق لقناة الشروق. نطفئ الشمعة 10 من إطلاق قناة الشروق تي في. طبعا هذه القناة الرائدة في الساحة الإعلامية، من خلالها أو من خلال الجانب الرقمي هنا في الشروق قدرنا نرافق العائلة الجزائرية بباقة من البرامج التي تعنى ببرامج النساء، برامج الأطفال، برامج الأمومة، وكذا الجانب الفني والثقافي في على غرار الباقي القنوات المنافسة. طبعا كنا أو بصمنا مشاركتنا وبصمنا حضورنا في مختلف المنافسات الوطنية أو المناسبات عفوا الوطنية، لا سيما الدينية منها. بمناسبة عيد ميلاد قناة الشروق 10، أتمنى للقناة مزيد من التألق والإشراق على الجمهور الجزائري الكبير. طبعا ميلاد القناة صادف يوم 19 مارس وعيد النصر، والعيد الذي أشرقت فيه قناة الشروق على العائلة الجزائرية، القناة التي جمعت شمل العائلة ببرامجها، بمسلسلاتها، بكل يعني بكل صغيرة وكبيرة كانت تغطيها القناة في وقت كانت الساحة فارغة. قناة شروق عرفت كيف تقدم المعلومة وتقدم الترفيه وتقدم الجوانب الدينية وحتى الجانب الاجتماعي للمشاهد الجزائري. نتمنى مزيد من التألق، وخاصة في رمضان، يعني تعتبر القناة رقم واحد سيطرت يعني على المشهد الإعلامي في رمضان على مدار سنوات، ونتمنى دائما أن تكون كما سطر لها المرحوم علي فضيل الذي حاول أن يقدم من خلال المجمع أن يقدم إعلام هادف تمثل وتجسد يعني في القناة الشروق. شاء القدر أن يكون ميلاد قناة الشروق يتزامن مع احتفالية عيد النصر. في هذا التاريخ الشروق انتصرت فعلا للإعلام. الشروق وعلى مدار 10 سنوات استطاعت أن ترسم طريقا مميزا في سماء الإعلام، طريق تدافع عليه كثير من الأشباه، لكن الأصل بقي واحد. نحن يمكن نقول على أن الشروق ستبقى دائما، وبعد هذه 10 سنوات ستبقى دائما صوت من لا صوت له ومرآة من لا صورة له. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الذكرى 10 لتأسيس قناة الشروق، إذا قلنا قناة الشروق فقلنا المرحوم علي فضيل. أتمنى إن شاء الله المزيد من الإشراق لهذا المنبر الإعلامي المعتدل بطاقم صحفي شاب فرض نفسه بكل مصداقية على مجال الصحافة في الجزائر، المزيد من الإشراق إن شاء الله. 10 سنوات مرت من عمر الشروق، إن شاء الله تكون دائما في الخير كما عودتنا دائما إن شاء الله ببرامجها الهادفة، بنشراتها في كل أوقات الشروق كانت مع الشعب الجزائري، وستكون دائما إن شاء الله من خلال التقرب إلى المجتمع ببرامجها، بنشراتها، بكل شيء تابع للشروق. إن شاء الله 10 سنوات كانت جميلة، وكنا قدمنا فيها كل ما نملك، وقدمت فيها الشروق كل ما تملك. كنتم أول من يعلم، إن شاء الله دائما تكونون أول من يعلم مع الشروق. بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات من ميلاد قناة الشروق، أنا أولا أحيي كل زملائي، أحيي كل طاقم الشروق من عمال وعاملات ومسؤولين، لأن الشروق مجمع إعلامي كبير. الشروق كان مجرد فكرة تحولت إلى حقيقة في بضعة شهور. كانت الجريدة تمت حول إلى قناة،
وهذا مفخرة لنا كامل، لأننا يعني من الناس الأوائل اللي فتحنا قناة الشروق اللي دشنا هذا الصرح الإعلامي الكبير. نحيي كل زملائي وأفتخر بما قدمته الشروق طيلة 10 سنوات من إنجازات، من تغطيات، من كانت حاضرة في كل المحافل الوطنية الرياضية الثقافية، كل في كل مكان كانت الشروق حاضرة، وأنا سعيد بهذه 10 سنوات وأتمنى لها المزيد من النجاحات والرقي والازدهار. بداية أرفع لكم القبعة لكل الشروقيين والشروقيات. أنا لا أقول بأن الشروق تطفئ شمعتها 10، الشروق دائما تشعل الشموع، شموع التحدي، شموع الصمود، شموع الريادة أيضا. نتمنى إن شاء الله الأوركسترا تواصل عزفها المنفرد في الريادة، ولكن هذه الأوركسترا أيضا على المهتمين والمسؤولين أن يراعوا ما تتطلبه هذه الأوركسترا، طبعا الجوانب كثيرة. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. لا ننسى الزملاء الذين ساهموا في بناء هذا السرح، نترحم أيضا على الأستاذ علي فضيل الله يرحمه، أيضا الأستاذ سليمان بخليلي. القادم دائما أجمل.